أسعد الله صباحكم بكل خير أحبتي ومتابعين قناة القاطع للأسماء. نقدم لكم اليوم معنى اسم أماني وصفات حاملة الاسم. أماني هو اسم علم مؤنث يمكن اختياره لتسمية المواليد من الفتيات فقط، ويرجع الاسم إلى أصل عربي قديم ويعني الأشياء التي يتمنى الإنسان حدوثها أو الشيء الذي ننتظر حدوثه بشوق ولهفة. واسم أماني هو جمع اسم أمنية، وهناك من يرى أن هناك معنى آخر لاسم أماني وهو قراءة القرآن دون التدبر في معانيه. حكم التسمية باسم أماني في الإسلام. أفاد علماء الفقه والشريعة الإسلامية أنه لا حرج من تسمية باسم أماني في الإسلام، حيث أن الاسم جميل ويحمل معاني راقية، كما أن الاسم ذكر في القرآن الكريم، بالإضافة إلى أن اسم أماني لا يتعارض مع الإسلام في شيء، فهو اسم طيب ولا يتضمن معاني سيئة أو غير مستحبة، ولا يشتمل على معاني تتنافى مع التعليم الدين الإسلامي والسنة النبوية. صفات حاملة اسم أماني. تتميز حاملة اسم أماني بالطيبة والحنان، مهذبة وتحترم الكبير وتعطف على الصغير، متعاونة ولا تتأخر عن مساعدة الآخرين، نشيطة ومجتهدة، ذكية وناجحة في الدراسة، دؤوبة في العمل، تتحمل المسؤولية وتصلح لتولي المناصب الإدارية، لبقة في الحديث مع الآخرين، واثقة من نفسها، متواضعة في تعاملاتها، واضحة وصريحة، تدافع عن الحق، تحب القراءة والاطلاع، تحب السفر والرحلات، عقلانية في اتخاذ قراراتها، عصبية ومتقلبة المزاج أحيانا، يمكن الاعتماد عليها في المهام الصعبة. شكرا للمشاهدة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد لدينا من فيديوهاتنا القيمة. كان معكم مقدم الحلقة حسام شاكر، ودمتم في رعاية الله وحفظه.